لقاء ثان جمع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما لم تحقق الزيارة تقدما حتى الساعة، وردت أنباء عن موافقة روسيا على نقل صلاحيات الأسد إلى نائبه، ما يضيق الخناق كثيرا على عنق النظام إن تأكد النبأ. أنان أشار إلى أن الوضع سيء للغاية وخطر جدا، ولا يمكن لأحد أن يفشل. قدمت سلسلة مقترحات ملموسة للرئيس، وسيكون لها انعكاس حقيقي على الأرض في حال تمت الموافقة عليها، وستساعد في إطلاق عملية ترمي إلى وضع حد لهذه الأزمة. أنان أكد أن المحادثات ركزت على ضرورة وقف فوري لأعمال العنف والقتل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وعلى أهمية الحوار. المهمة ستكون صعبة، لكن علينا أن نتحلى بالأمل. إنني متفائل لعدة أسباب. لقد قابلت العديد من السوريين خلال المدة القصيرة التي قضيتها هنا، وأغلب السوريين الذين قابلتهم يريدون السلام وإيقاف العنف. إلى ذلك التقى أنان مفتي الجمهورية السورية وممثلين عن جميع الطوائف الدينية. وبالتزامن طلب وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل بعد لقائه نظيره الألماني جيدو فاسترفيلي بالسماح للشعب السوري بالتسلح لحماية نفسه ضد أعمال وممارسات النظام الوحشية. من جانبه أكد فاسترفيلي أن القانون الدولي لا يبرر هذا النوع من المذابح والعنف مثلما يحدث في سوريا، داعيا إلى التركيز على الحل السلمي والتحول السياسي في سوريا. وبعد الرياض سيتوجه الوزير الألماني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي مخصص لمناقشة العنف في سوريا. ميدانيا، قتل 34 شخصا في أعمال عنف متفرقة معظمهم في ريف إدلب حيث يكثف الجيش السوري عملياته. بعيدا من دهاليز دبلوماسية وتعقيداتها، الأزمة مستفحلة في الداخل السوري حيث سقط مزيد من المدنيين في المدن المختلفة. في الأثناء يكثف الجيش السوري هجومه على ريف إدلب شمال غرب البلاد، وأكد المرصد السوري أن قوات عسكرية وأمنية اقتحمت قرية الجنودية التابعة لجسر الشغور غداة اقتحام مدينة إدلب التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش وعناصر منشقة عنه أسفرت عن مقتل عدد من الجنود، فيما يواصل الجيش الحر مقاومته. الله أكبر. وبالتزامن يستعد الجيش النظامي لشن هجوم في منطقة جبل الزاوية في إدلب، وهذه المنطقة تشكل معقلا للمنشقين. إلى حلب شمال البلاد حيث قتلت ناشطة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي برصاص مسلحين تابعين للنظام، ما دفع الأهالي إلى السيطرة على الحي حيث قتلت الناشطة. كما نقلت مواقع المعارضة نبأ الانشقاق الأضخم عن الجيش السوري في مدينة حلب. الخيار الأمني والعسكري يتواصل في الشارع السوري ويترجم بعمليات أمنية في حما ودير الزور تتخللها اعتقالات واسعة، فيما يتواصل قصف مدينة حمص. الله أكبر عليك. الله أكبر. ورغم الجو الضبابي في سوريا تتواصل المسائيات والتظاهرات وسط إصرار المنتفضين على مواصلة حراكهم بغض النظر عن التطورات دبلوماسياً.